وي هو العريس بطل يتكلم. ايه وي عريس الدين الهنا. والآن تتلات شهر من الأخر المقدم من الأخ بارونا بنادر بتاريخ 27/6/2014 واستنادا إلى شهادته بأمامكم أطفال العروسين، إننا بأسطولنا هذه نأخذ من بركة ابن العروسين المذكورين فليكن كلهما مباركا باسم الآب والابن والروح القدس. في الحقول والجود من الخصب ملء العينين، بارك بالحب المغني لعروسيه العيش بالغين، ربي يا من تقبل خدمة الأمرة يا خاضعين بعضكم لبعض في محبة المسيح. أيها النساء، اخضعنا لأزواجكن كما للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة، كما أن المسيح هو رأس الكنيسة، وهو مخلص الجسد. وكما تخضع الكنيسة للمسيح، فلتخضع النساء لأزواجهن في كل شيء. أيها الرجال، أحبوا نساءكم كما المسيح أيضا، فبدل نفسه أحب كنيسته فبدل نفسه عنها لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء والكلمة حتى يلبسها إلى نفسه كنيسة جديدة لا وقحا فيها ولا تشعر أو ما يشبه ذلك، بل لتكون مقدسة لا عيب فيها. كذلك على الرجال أيضا أن يحبوا نساءهم حبهم لأجسادهم. عيد العذراء وعيد الزواج خينا سمير وأختنا تراد بحضور العائلة الكبيرة يلي متحرقة حول العروسين والأشبينين حتى نشهد على ولادة عائلة جديدة. بيوعدونا سمير وتراد انه هالعائلة هي بتكون عائلة مسيحية وتكون ثمرة حب لهالشخصين يلي عم ياخدوا عهد على بعضهم انه يعملوا مسيرة حياة كاملة بحياتهم ويعرفوا كيف يتخطوا الصعوبات، يعرفوا كيف يكونوا لبعضهم بكل ثقة بكل صدق وبكل محبة. يعني أنا هيك شفت شوية دموع بعيني سمير، هاي الدموع العاطفة، وتذكرت حالي أن أنا لما تركت من فترة طويلة تركت أهلي كوني راهب وأنا أنذر الطاعة، صار لي تارك أهلي حوالي 32 سنة إذا مش عارف. وفعلا لما برجع بقرا بالانجيل بقول من يترك ابا واما واختا واخوات يجد اضعاف ذلك. انا لما بشوف الوجوه الطيبه الناس الطيبين الموجودين حولنا انا بعتقد انه هو عائله كبيره انا وياك. فاذا اتريد ابد الله هذا الثلاث الوقف هنا زوجة لك بحسب تعاليم الكنيسة المقدسة. وأنت أيتها الابنة المؤمنة الثلاث أتريدين عبد الله هذا سمير الواقف هنا زوجة لك بحسب تعاليم الكنيسة المقدسة. أعلنا عهدكما هذا أمام الله والكنيسة الصادقة. هيا عبد الله أنا أشهد
كتابه. آويها وفرحة العمر ما تظهر. آويها وطلبت من ربي إنه يتممها. آويها تمت يا كريم يا ابن الكرامي. آويها وتمت بشفاعة ربنا العالم.